مع انتهاء صلاة الجمعة وبعد أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء، انطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية في منطقة وسط البلد بعمان للتعبير عن الرفض الأردني والغضب الأردني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في كل جمعة يحتشد المئات والآلاف من الأردنيين للتعبير عن رفضهم وغضبهم، وأيضا إيصال رسائل إلى العالم بضرورة وقف هذا الاحتلال الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين وارتكابه الجرائم والمجازر بحق المدنيين. هذه المسيرة وغيرها من المسيرات تؤكد في كل جمعة على ضرورة قطع التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي، وقف جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي يرتبط الأردن بها مع إسرائيل، وأيضا المطلب الرئيسي بضرورة إنهاء معاهدة السلام. الجميع هنا يطالب وينطلق من عدة ثوابت ومرتكزات أردنية تطالب بوقف هذا العدوان، فتح ممرات إنسانية آمنة، محاسبة رموز الاحتلال، وضرورة وقوف العالم على مسؤولياته بوقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. هذه المسيرات التي جاءت بتنظيم من تيارات حزبية وفعاليات شعبية وأيضا منظمات مجتمع مدني تؤكد في كل جمعة على رفضها الكامل للعدوان الإسرائيلي، وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته جراء هذا العدوان ومحاسبة ومطالبة بمحاسبة رموز الاحتلال ووقف هذا العدوان الإسرائيلي بالسرعة القصوى. هذه المسيرة وهذه الاحتجاجات تنطلق بوقت واحد في جميع محافظات الأردن للتعبير عن الغضب الأردني والرفض الأردني لكل ممارسات الاحتلال العدوانية في قطاع غزة. غيث الرقاد، الغد، عمان.